Comme à chaque fois, je vous rappelle que la vidéo sur Facebook n'est là que pour vous donner à peu près l'ambiance et comment ça se passe au studio. Par contre, pour bien suivre l'émission, vaut mieux partir sur www.radio-constantine.com. www.radio-constantine.com. Le son est meilleur et vous n'avez pas de coupure. Même par rapport aux personnes qui ont une mauvaise qualité de connexion, et c'est le cas de pratiquement la totalité des personnes en Algérie, les émissions sur www.radio-constantine.com se font en 64G. Un débit adapté à la qualité de la connexion en Algérie. Pour l'émission de ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir M. Adjissa. M. Adjissa, bonsoir. Monsieur Al-Nour. قبل أي حاجة أنا نشكرك على السهولة اللي جاوبتنا بها. عيطت لك في التليفون. ألو بونسوار مسيو. حنا راديو سور انترنت راديو ويب في قسنطينة. ماذا بينا تكون عندنا نعرضوك عندنا ونعرضوك عندنا كصفتك ديبوتي دو لا فيل دو قسطنطين. جاوبتنا بكل سهولات وجيت ب سون غارد دو كور وحدك سون اوكان بروبليم. سو ني با لو كا تو الموند. كاين اللي عرضناه ما قلنا لهم ارواحوا سمعونا صوتكم ما نعرفوش تهضروا ما جاوناش وان شاء الله العام طويل نقعدوا لهم الناس هادو. مسيو عتيسا مرحبا. مرحبا بك. شكون انت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا اولا اشكر السربكان على هذه الدعوه الطيبه الكريمه ونقول لكل المستمعين والمستمعات رمضان كريم وتقبل الله منا ومنكم وصحة فطوركم. انا يوسف عجيسة من قسنطينة منتخب مجلس الشعبي الوطني منتخب جديد بعد انتخابات تاع 4 ماي 2017. انا ابن قسنطينة على كل حال بالضبط من بلدية حمى بوزيان. الكورسيس تاعي جيت فيه انجينير ميكانيك انرجيتيك طاقة ميكانيكية او ميكانيك طاقوية. Un cadre تاع مدير التجارة انسبكتور برينسيبال دو لا كاليتي اي لا ريبريسيون دو فرود او نيفو دو لا ديريكسيون دو كونستانتين دو كوميرس. من قبل اكس كادر يعني طار سابق في كومبلكس بيليغري ان سمارا سوناكوم. ثاني كباقي الشباب الجزائري اللي ما يكونش عنده وظيفه بعد ما يتخرج مباشره انجينير رحنا للتعليم 7 سنوات في التعليم. يوسف عجيسة أيضا مهتم بالعمل الجمعوي بالعمل الخيري بالعمل التنموي في ولاية قسنطينة. يعني أيضا إمام متطوع لسنوات كثيرة في مساجد قسنطينة آخرها مسجد الإصلاح في بوصوف. وقبل كل هذا أنا أيضا عضو في حركة مجتمع السلم الـMSP. الآن يعني عضو الأمانة الوطنية لفلسطين والقضايا العادلة. هي ربما الحركة الوحيدة اللي فيها أمانة بالشكل هذه أنها تهتم بقضية فلسطين اللي هي قضية محورية وأيضا القضايا العادلة على مستوى العالم. على المستوى المحلي عضو مجلس الشورى الولائي لحركة مجتمع السلم. أيضا كنت عضو مكتب ولائي لعهدة. أمانتين، أمانة الدعوة والتربية وكذلك أمانة العمل الطلابي والبحث العلمي والجامعات صفة عامة. هذا واش اللي كاين. très bien très bien. monsieur Adjissa, est-ce que c'est le premier parti اللي راك فيه ولا كنت ديجا تنظر في نوتر بارتي؟ لا 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 سي مون بارتي. vous n'avez jamais été j'ai jamais été في نوتر بارتي. هذا هو الحزب الوحيد تاعي حركة مجتمع السلم. وهذه هي العهدة الاولى. هذه العهدة الاولى او الترشح الاول ان صح التعبير في الحركة طونك مترشح للانتخابات البرلمانية. ici à Constantine vous avez un seul siège c'est ça. un seul siège. un seul siège. vous êtes le seul député. le seul député من حركة من تحالف حركة مجتمع السلم. لا ما اسمي حمص. حمص ولكن احنا دخلنا الانتخابات باسم تحالف. التحالف اللي هو جبهة التغيير وحركة مجتمع السلم. هذه جبهة التغيير راهو حزب هو حركة خرجت من رحم حركة مجتمع السلم من مؤتمر 2008 فصار ما يسمى بالانشقاق. انشقت الحركة إلى 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 قسمين ثم بعد ذلك الانشقاق كانت في عملية الوحدة. حبينا نعاود نرجعوا
يعني المناضلين ولا القيادات اللي خرجت من حماس وراحت دارت جبهة التغيير. ففضل ربي عز وجل سنوات كثيرة وإحنا في مشروع الوحدة والتفاوض، فكان هذا ما يسمى بتحالف حركة مجتمع السلم، وهو يضم جبهة التغيير وحركة مجتمع السلم. هو مشروع الوحدة هذا مشروع كبير عنده ثلاث مراحل مليح نتكلم عليها. المرحلة الأولى انطلقت في الانتخابات البرلمانية بقوائم موحدة، يعني درنا قائمة موحدة بيننا وبين جبهة التغيير. ثم بعد ذلك سنة سوف تكون ما يسمى بمشروع الوحدة، يعني راح تكون مرحلة انتقالية. ثم المؤتمر الاستثنائي اللي راح يكون فيه ما يسمى بالمؤتمر الديمقراطي، قيادة واحدة تحت اسم حركة مجتمع السلم. يعني الحزب الآخر حزب جبهة التغيير سوف ينحل وتصبح فقط حركة مجتمع السلم بقياداتها ومناضليها من الحركة. رئيس الحركة هو الدكتور عبد الرزاق مقري. Très bien. Monsieur Hadji Samoy, je voudrais pour commencer l'émission, oui. Bon, après la présentation, on va parler un peu du positionnement de votre parti, هنا في la wilaya de Constantine. S'il vous plaît, je vous pose la question, le nombre de militants اللي عندكم هنا في la wilaya de Constantine. C'est moi qui nous dis le nombre de militants, c'est-à-dire الناس اللي عندهم la carte. La carte du parti. D'accord. Une scène, il y a la carte de votre parti. Les adhérents, il y a les mouncharitins dans le haraka. Nous avons des asnafs de mouncharitins. Nous avons des mouncharitins multazim, des mouncharitins mouhib et des mounasir. فعندنا أصناف يعني المخالطين. لذلك من يشكل هذه الحركة هي ثلاث أصناف. اللي عنده خمس سنوات هذا نسميه عامل أو ملتزم. هذه عندنا حوالي 300 منخرط بالبطاقة تاعه. أما المناصرين والمحبين فعندنا بالمئات. يعني من الشباب، من النساء، من 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 الطلبة، من من. avec carte vous avez 300 عبد. نعم. avec les adhérents au parti, ils ont une, la carte du parti. Et comment les adhérents au parti en réalité? D'accord. C'est très peu. C'est très peu. Je ne sais pas si je suis un peu de la carte. Je ne sais pas si je suis un peu de la carte. Je ne sais pas si je suis un peu de la carte. Je ne sais pas si je suis un peu de la carte. Je ne sais pas si je suis un peu de la carte. Je ne sais pas si كانت الحركة كبيرة، لكن هذا الانشقاق أثر علينا حقيقة على مستوى الوطني. حركة كانت كبيرة ولكن لما صارت هذه الانشقاقات راحوا الناس منا ومنا. أنا نتكلم الآن على اللي راهم في حركة مجتمع السلم هنا في المكتب ولاية قسنطينة. أما الآن بالوحدة اللي جاية إن شاء الله سوف يكون العدد، راح يكون العدد وراح يتلم الشمل تاع المناضلي. Très bien, inshallah, inshallah. Oustad, si vous permettez, on va parler un peu, on va utiliser le graphe pour voir votre positionnement ici à Constantine. Hadou, c'est les résultats des dernières élections, c'est les chiffres officiels, c'est les chiffres de la wilaya de Constantine. Donc, il y a d'autres chiffres, mais on a beaucoup d'autres chiffres. Sur ce graphe, on peut voir que Harakat Mujtama' al-Silm, vous avez 6,45%, 7,45%, الناس اللي صوتوا. اي نعم. مجموع المصوتين. انكلو لي فوت بلون، انكلو لي فوت انونيسما، مجموع المصوتين. مصوتين. سما فو روبريزونتي 6,45%، فو زيت لا تخوازيام، اون فادير لو تخوازيام بارتي سور لا ولاية كونستانتين. من هذا لو غراف ما يهمنيش بزاف. ليسونسيال فو زافي 9,720 عبد كي اون فوتي سور عليك انت، فوتوا عليك انت، تو تدو ليست، ما تو فوتوا عليك انت. سي لا ليست، حنا نقولوا لا ليست. هذه العقلية في الجزائر بصح. سي لا تدو ليست. الناس يفوتوا على التدو ليست، دوكا تو الموند سي سا. يا 9,720 personnes qui ont voté sur votre parti oui. sur une sur la ville de Constantine c'est يعني الرقم راهو تقريبا انا نقدر نقول تقريبا واحد ما فوت عليكم يعني vous êtes pas les seuls hein على بالنا mais c'est pas le graphe qui intéresse moi je voudrais par contre que ce soit ce graphe là et je vous promets que هاد لي غراف نعطيناهم tous les députés les جاونا j'imagine vous avez déjà vu 1,68% monsieur Adissa Oui. Vous représentez 1,68% من مجموع les électeurs inscrits في la wilaya de Constantine. Oui. 1,68%. شوف تعليقك على هذا الرقم العجيب. الرقم العجيب العجيب صح هو رقم يعني رقم له دلالاته وله اسبابه. احنا لما نتكلم لازم نعرفوا ما هي الاسباب. احنا خويا بكريم لما مشينا في الحمله الانتخابيه كنا نقول انه العدو الاساسي تاعنا هو العزوف. العزوف تاع الناس ما رايحاش تفوطي. الناس لما مشينا احنا الناس ودرنا حمله انتخابيه كثير من الناس يقول لك علاه نفوطي. هذه حاجه. لو بلوس اذا كان دوله بالحجم الجزائر غنايه اثرت في الراي العام. غنايه ما فهمتكش. كاينه غنايه تقول ما صوتيش.
Ah non, non, c'est pas un journal, ça. Non, 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 monsieur Adjassi, non, non, ça c'est un travail d'artiste, c'est un travail d'un... Un travail, il fallait qu'il y ait un travail d'artiste, un travail très intelligent, un travail très respectable, un travail qui reflète la réalité du pays, et un travail fait par, par une génération... Le mot qu'on dit, c'est un travail. الاغنيه ما جاتش من هكذاك سي بودكاست اه وي لا يا كاين ان ترافاي اللي فيه تحضير وفيه خدمه وفيه كذا وفيه كذا اثر على واه حنا لما نمشيو نديروا الحمله الانتخابيه تكلم يقول لك ما نفوتيش واش معناتها هذه دعوه احنا كنا ندعو الناس الى اذا كانت تحوس على التغيير روح تفوتي اذا كانت تحوس على التغيير روح تفوتي هذه هي الطريقه الوحيده السلميه اللي احنا نتبعوها باش يكون التغيير ما عندناش تغيير اخر ما عندناش وسيلة أخرى للتغيير إلا بهذه الانتخابات الناس لما ما راحش تفوتي فهذا كان في صالح آخرين لم يكن هناك تغيير شكون آخرين هادو؟ ربما الأحزاب الموجودة اللي عندها الكتلة الانتخابية تاعها لا تتغير ولا تتبدل أفلا نرندي هادو عندهم أحزاب أو عندهم كتلة انتخابية تحم Monsieur Adjassi, si on voit, on va, pour la première partie de l'émission, on va la centaine, c'est beaucoup plus. Si on voit, c'est même le FLN ou le RND, il y a par rapport à ça. Il y a un peu de temps. وهادو اصواتنا هادو حنا على بالنا باللي هادو راهم اصواتنا رغم خويا عبد الكريم انه فيه تجاوزات كثيره في كثير من الولايات حنا لما نتكلم على الواد يعني المنخرطين تاعنا واعضاء تاعنا راهم مازالوا في المستشفيات يعني واحد اللي حب يهرب لك بالصندوق يعني وحب يزور بالدرع يعني التزوير اللي صار مثلا في مدينه وهران ولا في البليده بعد المجلس الدستوري رجعنا المقعد تاعنا من البليده في البليده ولا نتكلم على مسينا اذا فيه خروقات وفيه يعني تجاوزات يعني مفضوحه لكن حنا لما نتكلم على ورغم ذلك حنا رانا القوة الثالثة في الجزائر الآن لما تلاحظ الانتخابات يعني الوطنية 33 مقعد باسترجاعنا المقعد تاع البليدة أصبح عندنا 34 مقعد فنعتبر القوة الثالثة في الجزائر لما نتكلموا على قسنطينة حنا في العهد الماضية لم يكن لنا مقعد برلماني الحركة في الخمس سنوات الماضية ما كانش عندها مقعد يعني احنا من لا شيء دينا المقعد وب 10000 تقريبا 10000 صوت ايه مع العزوف اللي كان موجود مع الحمله الانتخابيه اللي احنا درنا حمله انتخابيه نظيفه والكل يشهد بذلك يعني خرجنا للناس ومشينا للناس في الشوارع في الطرقات في المقاهي ما ضربوا لنا الناس ما بالعكس تكلمنا مع الناس عرضنا البرنامج تاعنا احنا اخويا عبد الكريم عندنا برنامج سميناه البرنامج البديل ربما باش الالترناتيف اي نعم هذا البرنامج اون بارلي لو بروغرام الالترناتيف دو مسيو مقري لا فيزيون بوليتيك لا فيزيون ايكونوميك اون فا غاردي سا بور لا فان دي ليميسيون سي اون بارتي امبورطونت دو ليميسيون مسيو دي سا يعني جو فو بوز لا كيسيون بكل صراحه يعني باسكو انا نتبع بزاف جيماجين تاني كتبع الحزب تاعكم دخل في المعارضه اون فوا لي مسيو مقري رفض باش يدخل في الحكومه الجديده من قبل ما كانش الجزائري يعتبر الحزب نتاعكم في المعارضه الجزائري كان يعتبر الحزب نتاعكم كما الاحزاب اللي دخلت في الفوطون رياليتي احزاب مواليه من نهار مسيو مقري قال انا رفض يدخل في الحكومه الجديده وين وديتو لي تيكات هذيك تاع المعارضه واش يعني التعليق تاعك لا سي عبد الكريم واش لا الحركه وراي هذا راي تاع بزاف لي جورناليست مش راي شخصي راي تاع بزاف الناس هذه الاراء واحترم كل الاراء نتاع الناس الصحفيين والمحللين والسياسيين وغير ذلك حنا في الحقيقه الحركه من بتاريخها الكبير يعني من مؤسسها الأول الشيخ محفوظ نحناح رحمة الله عليه كنا ندخلوا في كل الانتخابات الوطنية دخلنا في الانتخابات الرئاسية تاع 95 والكل يعلم ما الذي حدث دخلنا في الانتخابات تاع 97 ورغم التزوير الذي شابها كنا ندخلوا في كل الانتخابات احنا دخلنا في تحالف رئاسي الحركة في مرحلة من المراحل كانت تشوف أن الجزائر على أبواب الانهيار كل الجزائر ما عندهاش مؤسسات يعني لا برلمان لا مجلس شعبي وطني لا هياكل لا كذا فكان ما يسمى بهذا التحالف الرئاسي دخلنا في هذا التحالف الرئاسي ودينا في 97 ودينا في 2002 وفي 2004 يعني كان عندنا وزراء كان عندنا إطارات كنا نشارك في هذه الحكومات لكن في 2012 فكينا الارتباط مع أحزاب التحالف اللي هي كانت لفلان الأرندي وحمص
فكينا معهم الارتباط. لماذا؟ لأنه لاحظنا أنه في تلك المرحلة يعني كانت مشاركتنا في الحكومة مشاركات رمزية، لم نكن شركاء في الحكم ولكن كنا شركاء في الحكومة، يعني ما عندناش التأثير الفعلي في تسيير دواليب الدولة، لذلك فكان فك الارتباط. في المؤتمر تاعنا المؤتمر الخامس 2013 تخندقت الحركة مع المعارضة، تخندقت الحركة مع المعارضة في 2013. احنا خرجنا من الحكومة اخويا عبد الكريم في اوج البحبوحة المالية، الناس الان يلومون على ما دخلتوش، احنا خرجنا على ما دخلتوش الحكومة، احنا خرجنا من الحكومة في اوج البحبوحة المالية، كان البرميل تاع البترول طالع وكان الاقتصاد كذا وكان عندنا احتياطي صرف كبير جدا في البلاد، ورغم ذلك احنا خرجنا من الحكومة، خرجوا الوزراء تاعنا من الحكومة، من بينهم رئيس الحركة السابقة ابو جرى السلطاني وغيره من الوزراء. احنا تخندقنا في هذا المدة 5 سنوات، لا احنا كنا في المعارضة، بالعكس احنا كنا من يقود المعارضة وكنا القوة الضاربة تاع المعارضة، حركة مجتمع السلم راهي يطلبوها الجميع، كنا في هيئة انتقال ديمقراطي مظافرا 1 ومظافرا 2، كان معنا كثير من بدليل فيه الارسيدي، فيه رئيس الحكومة السابق بن فليس، فيه شخصيات وطنية بن بيتور وغيره، كان هذه ما يسمى المعارضة. احنا الشيء اللي درناه حبينا اننا ماذا ننظم هذه المعارضة، ما نخليوش البلاد بدون معارضة قوية، معارضة قوية معناتها عمل سياسي كبير وعمل سياسي ناجح في البلاد. لذلك انا احنا كنا نقول ان الحزب السياسي مش بعقليته انه لازم يكون في السلطة ولا ما يكونش حزب سياسي. كثير من الاحزاب الان او الاحزاب الموالاة يا في السلطة يا ما كانش، لا احنا قلنا الحركة كانت في السلطة وكانت في تحالف رئاسي وكان عندها وزراء، 7 وزراء و5 وزراء و4 وزراء، وخرجت من السلطة لما شافت ان السلطة رايحة الى فساد في التسيير، فساد في المنظومة الاقتصادية وغير ذلك، خرجنا من هذه الحكومة وتخندقنا مع الشعب. فاحنا رانا في المعارضة ونرفع شعار المعارضة ونتصدى المعارضة مدة 5 سنوات، وقلنا أثناء الحملة الانتخابية وكنا صادقين مع الشعب الجزائري، بل وبعثنا رسالة مهمة للنظام، قلنا له سوف نشارك في حكومة توافق وطني إذا توفرت 3 شروط، الشرط الأول أن تكون انتخابات غير مزورة، الشرط الثاني أن يعطينا الشعب ثقته، الشعب يمدلنا ثقته، بمعنى أن نحقق الأغلبية أو أن تكون لنا كتلة برلمانية معتبرة، الشرط الثالث سوف ندخل في تفاوض مع الأحزاب الناجحة في البرلمان من أجل حكومة توافق وطني من أجل الجزائر، لأن الجزائر كما تعلم الآن تعدي بأزمة اقتصادية حادة، فقلنا سوف حينما تكون هذه الثقة سوف ندخل في هذه الحكومة وندفع بإطاراتنا وكوادرنا من أجل الجزائر. مسيو الجاسي، هذه 3 شروط هذه رانكين في الموم وهذا في الدقيقة هذه، الانتخابات كان فيها نسبة تاع التزوير وما كانش صافية لدرجة عالية، دونك الشرط الأول تاعكم ما صلحش، الشرط الثاني الشعب يعطيكم الثقة فوطوا عليكم 10,000 عبد في ولاية اللي فيها 1,200,000 نسمة، الشرط الثاني ما كانش، والشرط الثالث ما دخلتوش الحكومة، وهذا هو 3 شروط هذو اللي قلتهم في واحد فيها مصلح، وهذا هو الرد تاعنا لدعوة رئيس الجمهورية للدخول في حكومة في الحكومة الحالية. احنا تلقينا دعوة رسمية من عند رئيس الجمهورية من الرئاسة عن طريق الوزير الأول السابق عبد الملك سلال إلى المشاركة في الحكومة، كان الرد هو عن طريق مجلس الشورى. انت خويا بالكلمة لما تقول عبد الرزاق مقري قرر، لا احنا من يقرر، لا صديق يعني لو بورت بارول، يعني بورت بارول، لكن من يقرر هو اعلى مؤسسة بين مؤتمرين اللي هي مجلس الشورى الوطني. إيفو فات بارتي دو، لا ولست عضو مجلس الشورى الوطني، انا منيس، انا عضو مجلس الشورى ولائي. داكور وي، مجلس الشورى الوطني هو الذي قرر انه ما نروحوش لا نشارك في هذه الحكومه، وما زلنا متخنقين مع المعارضه ومع الشعب الى ان تصل او تكون ظروف ملائمه ومواكبه لدخولنا في الحكومه. دونك مساعد جاسي، فوزاتون تران ميديغ بلي كنتو متاكدين بلي تحت العهده الرابعه سو لو كاتريام موندا لو بارلمون الجيريان كان راح يتغير، كنتو متاكد قبل الفوت، ما قبل لو 4 مي
انتم كنتم متاكدين بلي كان يكون تغيير قبل نيتكم هذه هي كانت باش كذا واش يقولوا جميع الاحزاب الاحزاب اللي دخلوا في الفوت باردون جميع الاحزاب اللي دخلوا في الفوت ومدوا شرعيه لهذه الانتخابات باسكو واش يمد شرعيه للانتخابات هذوما الاحزاب اللي دخلوا فيها الفوت لكن ما دخلوش الاحزاب بالفوت ما تكونش شرعيه هذه الانتخابات اللي مدوا شرعيه لهذه الانتخابات هذا هو واش ان بارتي من الشعب يحاسب باه نحس يحاسب هذه الاحزاب اللي دخلت لهاد لي زيليكسيون الاحزاب هذو مدت شرعيه لهاد لهاد لي زيليكسيون دونك كنتوا متاكدين بنيتكم هكا بلي سولو 4ييم موندا ونعرفوا ال 4ييم موندا وعلى بالنا واش كاين تحت لو موندا لو 4ييم موندا وكومون سا سباسي تو سا نتوما كنتوا يعني بنيتكم بلي راح يكون اتخ ديبيتي سو ال 4ييم موندا سي بيان سي انتيليجون لا لا مش بالتفسير هذا حنا تعلم بلي كان فيه تغيير في الدستور في المنضة هذه كان هناك تغيير في الدستور وعطى للمعارضة امتيازات كبيرة إن صح التعبير وحدة الأمر على ورق أو حبر على ورق يعني. لا 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 ما نقولش حبر على ورق لا ما نقولش حبر على ورق هذا دستور هذا هذه حاجة وثيقة يعني انتخب عليها البرلمان بغرفتين البرلمان انتخب عليها البرلمان السابق البرلمان السابق البرلمان السابق واش من حتى صلاح واش من قوه كانت عنده باش يرفض ولا يوافق ولا جابت لي زورد ديسوند دو من المراديه والبرلمان يقول هي نعم نعم احنا كنا نقول يا خويا عبد الكريم ويا اخي يا عجز احنا كنا نقولوا باللي هذا البرلمان راهو معطوب الشرعيه راهو ناقص الشرعيه وما قلنا ابدا انه مش شرعي لا بالعكس لانه فيه المنتخبين تاعنا وفيه احزاب اخرى اللي اختارهم الشعب وفوت عليهم الشعب وصلوا البرلمان كما نقولوا احنا بمقاعد حلال باصوات حلال انا لما نقول فوتوا لي 10000 معناتها فوتوا لي 10000 الا كان ما زورنيش وما نحاولش راك معايا وي وي حنا واش نقول اذا حنا نقول باللي كان الشرط الاساسي تاعنا في انتقال من خلال هيئه الانتقال الديمقراطي هذه واش كان مطلوب فيها في مظافر الواحد واثنين كنا نحوسوا على ماذا نحوسوا على هيئه مستقله لتنظيم الانتخابات هذا هو البيت تاعنا الهدف تاعنا انه تخرج الاداره وزاره الداخليه من تنظيم الانتخابات جينا هيئه مستقله هي تنظم الانتخابات الرئيس دارن او الدستور دستر ما يسمى بالهيئه الوطنيه لمراقبه الانتخابات هذه هيئه وطنيه اللي تراسها سي دربال ونعرف الناس اللي فيها قضاة وكذا وكفاءات وطنيه ومجتمعيه وغير ذلك قلنا باللي كيفوا الهيئه هذه خدمتها احنا كنا نظن ان هذه الهيئه راح تخدم خدمتها وراح تكون شاهد وسوف تراقب وسوف تتواجد على مستوى التراب الوطني لكن دائما وابدا كان المطلب تاعنا الاساسي للماكسيموم يعني الهدف الكبير هو أن تكون هيئة مستقلة للإشراف على تنظيم الانتخابات فلما جاءت هذه الهيئة وأصبحت هيئة مدسرة يعني الدستور أعطاها كامل الصلاحيات ولحنا هذيك الأفكار للنظام يعني لا تزور الانتخابات وخلي الشعب يمد فرصه يمد صوته لمن يراه كفء وصالح باش يكون في هذا البرلمان سوف تكون هناك حكومة توافق وطني تخرج البلد من هذه الأزمة هذا هو الشرط احنا ما كذبناش على الناس اخويا عبد الكريم احنا ما كذبناش على الناس قلنا اذا كانت توفرت هذه الشروط سوف نكون في الحكومه لم تتوفر هذه الشروط مسيو عجاسي دوك نريبونديك انا بكل صراحه يعني وبكل والله يعني ديريكت ما فيها حتى وحنا سيرنا المباشر ما فيش مشكله اكزاكتومون تو لي بارتي بوليتيك اون الجيري تو لي بارتي بوليتيك اون الجيري يقولوا احنا ما كذبناش على الشعب وصح ما كذبوش على الشعب صح جو بار كون دي تو لي بارتي بوليتيك جو بار نحط اكوتي لا فلان ولا راندي اني نحيهم من الحساب باش نقولوا متفاهمين انا وياك تو لي بارتي بوليتيك عندهم واحد الحجه يقول للشعب انا ندير وندير 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 بشرط تكون عندي الاغلبيه في البرلمان كون عندي كنت تفوطي عليا وتكون عندي البرلمان الاغلبيه في البرلمان هاني واش راه ندير لك وعلى بالهم بلي مش حتكون عندهم الاغلبيه في البرلمان هاد لي بارتي بوليتيك منهم البارتي تاعكم دونك عندكم حجه كاينه حجه تاع نقول للشعب اي حاجه بصح على شرط تكون عندي الاغلبيه في البرلمان وانت على بالك باللي مش حتكون عندك لا. اغلبيه في البرلمان انا ما على باليش باللي ما عندي الاغلبيه فعلا ولا راني راح يخليوك تدي الاغلبيه نعم لا احنا كنا نقولوا يا خويا عبد الكريم احنا نقولوا باللي داخل الانتخابات احنا الحركه ممثله في 48 ولايه وكذلك في الجاليه احنا حزب اللي راه متواجد في ولايه في كل كل ولايات الوطن الحزب الوحيد اللي ربما فاتح الابواب نتاع المقر تاعو 5 سنوات الليل والنهار حتى في لي ويكاند اك معايا احنا اذا الحركه لما دخلت الانتخابات ما دخلتش وهي تظن باللي ما عندهاش الاغلبيه لا الحركة داخلة وهي تأمل من خلال الحملة الانتخابية من خلال الجهد اللي بدلناه من خلال التواصل مع الناس من خلال أمور كثيرة حاطين في بالنا أننا سوف نأخذ الأغلبية وسوف والبرنامج تاعنا ما سميناش برنامج بديل باللي راهو جاي من أجل حاجة بسيطة لا برنامج حكم
البرنامج اللي قدمناه من أجل أن نحكم البلد، من أجل أن تكون لنا القوة الأولى في البلد. إذا كان معطانا الشعب هذا قرار آخر، هذا يرجع للشعب. لكن احنا دخلنا الانتخابات وعندنا أمل أننا سوف نحقق الأغلبية وسوف نكون في حكومة. هي الغريب أنه هل هناك أحزاب تبقى غير في المعارضة؟ لا، الحزب على أن نديروا حزب سياسي من أجل أن نصل إلى السلطة. الناس خوفونا من الكلمة هذه، أم يحوسوا على السلطة؟ لا نحوسوا، إذن مادام ندير حزب سياسي على وين نحوسوا؟ أكيد نحوسوا على السلطة. والبرنامج أنا برنامج حكم من أجل أن تكون لنا السلطة كاملة. داكوغ، سما كنتم معولين على الأغلبية. كنا معولين على الأغلبية، نعم، دخلنا لهذه الانتخابات من أجل أن نحقق الأغلبية. علاه؟ جبنا طاقات وجبنا كفاءات وجبنا كذا، وإحنا كما قلت لك الحزب راه متواجد، وبالخطاب الجديد اللي هو خطاب المعارضة، تخندقنا مع الشعب 5 سنوات مع المعارضة، تقريب كل المعارضة بكل أطيافها السياسية بالإيديولوجية ومتواجدة هذه المعارضة، وخدمنا هذه المعارضة ونظمناها. وكان هدفنا الأساسي خويا عبد الكريم نقولها للشعب أنه حبينا أنه تكون هناك معارضة منظمة تعرف بعضها، معارضة منظمة تعرف بعضها. لا قدر الله حدث شيء في الجزائر، هذه المعارضة تقدر أنها ماذا تستوعب هذا الشعب وتخليه يمشي إلى بر الأمن. تاكو دونك لا انا نحبس في النقطه باللي كنتوا داخلين ومعولين تديوا الاغلبيه. نعم، متاكدين بنفسكم راح تديوا الاغلبيه وخلصتوها بكومبيان دو سياج؟ 34 سياج، سي صح 34 سياج، بعيده بزاف على الاغلبيه. وانا عند الحزب اللي داخل متاكد من نفسه راح يدير الاغلبيه او موين 100 ما نقولوش 100 نقولو بتاتخ ما على باليش انا 80 سياج 70 سياج. هذه من 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 معو انا معول ندير الاغلبيه 34 سياج، لا ديفيرونس هي انورم. الفرق كبير شويه. نو الفرق كبير حقيقه، ولكن ليس هناك حزب من الاحزاب المشاركه في الانتخابات لم يطعن في هذه الانتخابات ويقول انه شابه الكثير من التزوير، بما في ذلك حزبي السلطه اللي هما الافلام الارندي. وي لذلك فانا نقول ان التزوير اللي شاب هذه الانتخابات هو اللي حرمنا من كثير من المقاعد. وكان املنا في المجلس الدستوري بعد الطعون اللي قدمناها في كثير من الولايات، وهران، البليده، الواد، مسيله وغير ذلك، انه نسترجع حقنا، انه نسترجع المقاعد اللي عطاها لنا الشعب وفوت علينا الشعب في هذه الاماكن في هذه الولايات. لكن مسيو جيسا فو بيرسونال فو بونسي كو يا يو فو زافي ايتي فيكتيم دو فرود هنا كونستانتين فو هادير فو فوتر بارتي هنا في قسنطينه؟ لا، ما هنا ما نظنش، يعني بنسبه كبيره ما نظنش. يعني انتخابات رغم انه ما قدرناش نجبدوا كل المكاتب، رغم انه المراقبه الانتخابات شبه هذا تاع القرعه وما قرعه، كاين مكاتب ما فيها حتى مراقب، كاين مكاتب ما فيها حتى مراقب، ما فيها حتى حزب. هناك احزاب لا تستطيع ان تتمثل بالمراقبين في هذه الانتخابات، لكن القرعه اعطتها انها هي اللي كلها المراقب. انت تعرف انه في كل مكتب كاين 5 مراقبين. اي نعم، كاين مكاتب ما فيها حتى مراقب من احزاب اللي ما عندها لا مناضلين، لا بل جابت شرات المراقبين، يعني جابت المراقبين بالدراهم ولكن ما جاوش، وكانت المكاتب فارغه يعني ما فيها حتى مراقب. انا فيو كيستواسيون هذوك توت لي فيديو اللي خرجوا في صح لي فيديو اللي صراو فرانشمون يعني حتى تبان. فلذلك تبقى دائما يعني يبقى دائما هذا قضيه التزوير هذه. حنا نقولوا خويا عبد الكريم نقولوا من علاه نجيب اصلا، علاه نديروا مراقب؟ هذه الدوله هي من تشرف على الانتخابات، علاه ندير مراقب؟ يعني الدوله راح تسرق الاصوات تاع المواطنين؟ هذه المشكله. هذه المشكله. لذلك نحن ما زلنا نطالب من خلال هذا المنبر ومنابر كثيره اخرى، لابد من هيئه مستقله للاشراف على تنظيم وليس مراقبه الانتخابات، على تنظيم الانتخابات. واش هذا البرلمان هذا واش تعطيه كوم واش راح يدير البرلمان هذا؟ راك في داخل القوقعه كما يقولوا، حنا نشوفوها من برا انت تشوفها من داخل. واش راح يدير البرلمان هذا دابخي فو؟ والله باه نقول لك فيه تغيير، ما فيه تغيير. البرلمان السابق والبرلمان الحالي هو امتداد للبرلمان السابق. حزب السلطه او حزب جهاز السلطه موجودين، يحق الأغلبية مع بعض الأحزاب الموالية واللي معروفة على كل حال، وسوف تبقى المعارضة أنها تفضح هذه القوانين ربما التي سوف كما كنت تعبر عليها أنت، حينما يتناقش الناس في هذه الانتخاب في هذه القوانين ظن أنه لن يمر هذا القانون، لكن حينما يأتي التصويت يكون التصويت تصويتا حزبيا، يعني يجي القرار من فوق هز يدك نعم للقانون وانتهى الأمر.
رغم أنه كما قيل لنا في العهدة السابقة البرلمانيين السابقين أنه أثناء النقاش حتى من البرلمانيين الأحزاب السلطة كانوا ضد كثير من القوانين، خاصة قانون المالية 2016 و2017، لكن حينما يأتي التصويت الكل سوف يدخل في الصف وسوف يصوت على هذه القوانين. تبقى المعارضة كما كنا يعني سوف نتخندق مع الشعب وسوف نفضح هذه القوانين ونحاول أننا نصد هذه القوانين إن استطعنا. D'accord, parce que il y a qui nous dit Macri, nous sommes là, c'est le porte-parole. Hein, je parle, c'est-à-dire, je sais que les décisions au sein du parti, c'est un majlis, c'est toujours le porte-parole, parce que Monsieur Macri a dit que le Parlement est mohadi il y a 5 ans. Il a dit que le Parlement est mohadi il y a 5 ans. Il y a 1 an et demi maximum. مش ماهوش حبي يقول بالهضره هذه تاع المحل يعني هضره 2019 هي الكلام بصفه عامه على الانتخابات الرئاسيه وما نراه الان من تجاذب في اطراف السلطه والاكزامبل يعني المثال الواقعي تاع وزير تاع 48 ساعه تعين وزير ثم تنحيه بعد 48 ساعه، يعني هذه فضيحه كبيره جدا في الجزائر، يعني سابقه خطيره جدا. فالسوابق راهم لكن هذه ما يتعدوش، هذه لم تحدث من قبل، يعني أن وزير انت بربك الانسان يتساءل كيف وصل وزير، كيف وصل انه عين وزير اكمايا ثم بعد 48 ساعه يتنحى الوزير الى حد الساعه 1 ما يعرف ما هي الاسباب. شايف؟ فهذا يبين انه فيه تجاذبات كثيره جدا على مستوى السلطه، لذلك في 2019 راح تكون سنه حاسمه، يعني الانتخابات الرئاسيه راح تكون لها ما بعدها. داكور تري بيان. سي فو بلي بسمع عجيسي، توتالور فوزافي كومونس عجيسي بلوتو، فوزافي كومونس ا بارلي على هذا لو بروغرام التيرناتيف. اللي فيه لو فولي لا فيزيون بوليتيك و لا فيزيون ايكونوميك. لا فيزيون بوليتيك زوج دقائق برك عطينا على لا فيزيون بوليتيك هذه تاع لو بروغرام التيرناتيف هذا، فهمنا برك لا فيزيون بوليتيك اون دو مينوت، مي جيسبر اون فا سو كونساكري على لا فيزيون ايكونوميك. واش هي لا فيزيون بوليتيك تاع لو بارتي؟ هو البرنامج تاعنا كان برؤيه سياسيه واضحه وباينه وتكلمنا فيها وتتال في بدا ونقلناها من خلال الحمله الانتخابيه. قلنا أن نريد أن ننتقل بالبلد إلى ما يسمى الانتقال الديمقراطي، بمعنى أنه تكون انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وخلي الشعب يخير، خلي الشعب هو من يختار، حتى لو كان يختار الأفل والأراضي فليكن، إذا كان يختارهم الشعب ولما لا، ما كانش مشكلة. فحبينا احنا أنه ماذا الأحزاب اللي عندها كفاءات وعندها تاريخ وعندها رصيد تكون مشاركة، ما تكونش فقط في المعارضة. كاين أحزاب عندها كوادر، عندها إطارات، عندها برامج. هذه الأحزاب لو كانت كل انتخابات حرة ونزيهة وشفافة سوف تكون مساهمة في إخراج البلاد مما هي مقبلة عليه. حنا هذه الأزمة أخويا عبد الكريم تكلمنا عليها منذ سنوات قلنا أنه وين رايحة البلاد، يعني الواقع تاع البلاد، يعني غياب الرئيس، هذا الواقع راه يأثر على الحياة السياسية للبلاد. لذلك فكانت فرصة الانتخابات التشريعية فرصة كبيرة للسلطة وللشعب أنه سوف يكون الانتقال الديمقراطي، الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وغير ذلك. لكن الله غالب، يعني الفرصة عدت عليها السلطة وعد عليها الشعب وخلى الفرصة تروح، ولذلك فما تحققت الرؤية السياسية اللي كانت تطمح إليها حركة مجتمع السلم. لذلك احنا نقول باللي هناك مشهدين. المشهد الأول هو الاحتجاجات الموجودة هنا الآن. السلطة شفنا أنه فاشلة 5 سنوات وهي فاشلة، يعني تقريبا 800 مليار اللي ضاعت في 15 سنة، ليس هناك بنية تحتية للدولة الجزائرية، ما زالت تعتمد على الريع، تعتمد على البترول، لذلك ما كانش الريع. وش حاب تقول الريع؟ يعني هو البترول، يعني 96% من مداخيل الجزائر هي من البترول. وي نعم، والبترول في لوشوتك تشوف فيه، يعني كيما اليوم راه هبط تحت السعر المرجعي انت ميزانية الدولة الجزائرية، اليوم هبط اليوم 50 دولار ايه قل من 50 دولار. لذلك الرؤية السياسية ربما مع الاحتجاجات التي اللي نشوفوها الآن بدليل الاحتجاجات الأخيرة، يعني تاع معطوبي الحرب وغير ذلك، المعلمين تاع لا سونتي تاع كذا، فهذه الاحتجاجات راح تقوى لا قدر الله مع الأزمة، مع ما فيش مناصب شغل، ما فيش كذا، فراح تكون راح يكون مشهد مش مليح. لذلك نحن ندعو الله عز وجل ونتمناه أنه الحمد لله راح تكون هذه المعارضة المنظمة واللي موجودة مع بعضها راح تحتضن هذا الشعب وراح تمشي بهذا الشعب إلى بر الأمان.
ثم المشهد الآخر اللي كنا نتمناه حقيقة أنه تكون انتخابات حرة ونزيهة وتطلع الكتل الحقيقة الأحزاب الحقيقية الموجودة في الميدان، ليس أحزاب السلطة اللي تمدلها الإدارة. كنقول لك جيسا كنقول لك الأحزاب الحقيقية شكون؟ كاين احزاب حقيقيه، كاين احزاب حقيقيه، كاين احزاب اللي هي لو بارتي تاعنا واحد من الاحزاب الحقيقيه الموجوده. سي نورمال غادي يقول لنا فولي نعم. وكاين احزاب اخرى، كاين احزاب موجوده، كاين احزاب مش شرط نسميوها الان، ولكن كاين احزاب متكتله في المعارضه، موجوده في المعارضه وقادره تخرج بالبلاد من الازمه. اك معايا بغير. وكاين حتى الناس المخلصين في الاحزاب الموالات في الافلان وفي الاراندي، الناس ملاح بارتو، الحير مليح بارتو، الحير بارتو. لا لا، كاين مخلصين وكاين يحبوا الوطن حقيقه وحابين يخدموا الوطن. لذلك كاين هذه الاحزاب، لو تكون تكون هذه الانتخابات كانت تكون شفافه ونزيهه وحره وتطلع هذه الكتل البرلمانيه، يعني الاحزاب هذه مش تمدلو انت، مدلو 10 ومدلو 15 ومدلو كذا، لا خلي واش مدلو الشعب، خلي واش مدلو الشعب. فلما تكون كتل برلمانيه بقيمتها راح تكون تحالفات وراح تكون تكتلات وراح يكون حكومة توافق وطني. حتى لما تكون حكومة توافق وطني، لماذا؟ لأن الشعب سوف يتبع هذه الحكومة. لماذا؟ لأنها حكومة شرعية، حكومة ليست لم يشوبها التزوير، فراح الشعب راح يمشي معك. لما تقول راح عندي سياسة تقشف، الكل يقبل سياسة تقشف. لكن لما تكون حكومة قائمة على حزبين على بالنا كيفاه جاو، فراح تكون راح يكون الواقع اليم. دونك سي اون شيماتيز لا فيزيون، لا فيزيون بوليتيك تاع لو بروغرام الترناتيف سي التوافق، تسمى شنو نابل راسومبلي تو الموند، ايه توافق وطني. داكور تري بيان، هذه فاسون جو ديتر اتر كور سور سا. باغ كونتر لا فيزيون ايكونوميك فوالا سكي مانتيريس مو، كال لا فيزيون ايكونوميك تاع لو بروغرام الترناتيف لي غروند لين، باش ما ندخلوش بزاف في لي ديتاي. نو نو سينو جو بوز لا كيسيون دون اوتر مانيير، تخسر دون اوتر مانيير لا كيسيون. وش هما زوج حلول، لي دو سوليسيون برينسيبال، لي دو سوليسيون برينسيبال، ما ندخلوش في لي ديتاي، دو سوليسيون برينسيبال كو لو بارتي بروبوز بور بور با بور سورتير دو لا كريز ايكونوميك، بيتيتر بور جيري بيتيتر لا كريز ايكونوميك اي ليميتي لي ديغا ولا ليميت سورتير بيتيتر دو لا كريز ايكونوميك. لي دو كونسيبت برينسيبو. شوف خويا عبد الكريم، لما نتكلم على الجانب الاقتصادي، احنا الاعتماد الكلي نتاع الدوله الجزائريه هو على البترول. نعم، احنا قلنا انه باش نخرجوا احنا من الازمه داكور ويعود عندنا اقتصاد منتج، مش اقتصاد الريع اللي يعتمد على البترول فقط. لابد لنا من ايجاد زوج ملايين مؤسسه صغيره متوسطه على مستوى الجزائر. زوج ملايين جيراننا عندهم مليون. سي البروغرام دو مسيو بوقروح، مسيو بوقروح. لا لا لا، مسيو بوقروح هادي ساعه عندها 10 سنين. لا لا، ها سي لوتخ بروغرام، هذا راهو برنامج تاعنا، راهو الحل تاعنا. داكور ما هضرناش معليش. فقلنا احنا هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي التي ماذا؟ تخلق الثروة، هي التي تمتص البطالة، هي التي تجيب الاقتصاد المنتج. احنا الآن رانا اليوم برك رانا ثالث دولة مستوردة من الخارج، الدول العربية رانا تروازيام، رانا في المرتبة الثالثة من الدول المستوردة. يعني كل شيء اللي عندنا رانا نستورده. علاه؟ علاه؟ لأنه نو نو داكور، مي هاد لي 2 مليون دونتربريز كيفاه معولين نديروهم؟ في كل الميادين. احنا قلنا البروغرام تاعنا سميناه البروغرام الحلم، البرنامج الحلم اللي يعتمد على 5 10 20 سنه. 5 سنوات الاولى حابين تولي الجزائر الاولى في الخدمات، في سيرفيس. كومون كونكريتمون كونكريتمون بخلق هذه المؤسسات الصغيره المتوسطه. خلقوا هذه المؤسسات كومون فوزالي فينونسي، منين نجيبوا الدراهم باش تخلقوا هذه المؤسسات؟ كومون فوزالي فيغ سا؟ قضيه الاموال تمويل بعد نتكلموا عليها. هذه دونك في 5 سنوات الاولى راح نحققوا هذا ما يسمى بتكون الجزائر الاولى في قضيه الخدمات المستوى العربي والافريقي. في العشر سنوات الثانيه 5 10 في العشر سنوات راح نحققوا ما يسمى بالاكتفاء الذاتي الغذائي. ثم في العشرين سنه الاخرى راح نحققوا ما يسمى تكون الجزائر بارمي لي جيفا. وي العشرين دولة اندستريزي او موند في العالم. مسيو مقرية جابها درك عنده واحد 3 شهور 4 شهور ويحكي يحفظها الهضرة هذه. أنا حفظتها الهضرة هذه هذه أيوا يعاود فيها هكا بعد أنت حفظتها من عنده. هذا البروغرام تاعنا مكتوب نور سي لبنان. مي ماتنون كومون فوزالي فيغ سا؟ كومون
لما تكون عندك الأغلبية في البرلمان وتكون عندك الدولة انت راح تتحكم في مقدرات الدولة. اك معايا؟ البارتي بوليتيك اللي ما جربش الدولة يقول لك هكذا يبقى هذا حبر على ورق حتى تكون عندك الأغلبية وتكون هاك عندك مقدرات الدولة. عندك الإغلبية انت هو البارتي بوليتيك وسي مقري هو الرئيس. ايه. هو البريزيدون دا ريبوبليك. ايوا. كومون فوز الي فار سا كونكريتمون؟ هذه هي من طريق مقدرات الدولة. احنا لما نقول مقدرات الدولة الأموال اللي تجي الدولة مثلا سمعتك تسأل سؤال مثلا ناس يمخبي الصوارد في كذا ومخبي الدراهم كذا وعليه ما تعديش على البنك. نوي. هذا سؤال كثير من الناس ما عندهاش ثقة أن تحط الأموال تاعها في البنك. أكمايا علاه؟ لأنه على بالهم باللي هذا الحكومة هذه اللي إلى حد الساعة بين قوسين إلى حد الساعة لم يستمع مجلس الحكومة. همم جوست جوست هذا ماشي تبون ده الحكومة إلى حد الساعة لم يجتمع مجلس الحكومة وهناك بعض الوزراء اللي راهو ينطلق في الأشغال تاعو ما جاب بروجرام تاعو على البرلمان ما صدق عليه البرلمان وراه ماشي الناس وين الثقة؟ لذلك الناس ما عندهاش الثقة لما تكون لما يكون الجانب السياسي في هذه الضبابية وفي هذا التزوير وفي كذا ما يقدرش يتحرك الإنسان اقتصاديا. الثقة لو كان حق الثقة حقيقة والناس تخرج الأموال تاعها كما كنت تقول وتحطها في البنك وتكون الرقمنة نتاع الاقتصاد ويعود الريزو تيليفورماتيك موجود في كل الجزائر ويعود الملكات مايتيك اللي يمشيوا الدراهم وما يمشيوش بالدراهم في جيوبنا وفي الشكاير ويعود نعم هذه سي لا سوليسيون وتعود نديروا فوترة ونعود نديروا الفواتير لكل شيء من القضية البسيطة في السوبيرات للمشاريع الكبرى نديروا لها هذا الرقمنه وهذا كذا سوف نخرج من هذه الازمه وحق الاقتصاد تاعنا كما حق جيراننا المغرب وتونس كما في الدول المتقدمه تركيا ماليزيا وتايوان وغير ذلك. فالتجارب موجوده تجارب كثيره وقادر منها نحقق الهناء والنماء لبلادنا. D'accord, monsieur Adji, ça vous avez pas répondu à ma question. La coulée, la donné une répétition théorique. Elle a continué une jawab technique, une répétition technique. Mais ça a donné une répétition, plutôt une réponse théorique. Quand nous allons dans le Parlement, mais techniquement, quel est le techniquement comment votre parti compte gérer. On ne parle pas de régler la crise économique parce que au moins quand tu qui peut régler la crise, mais comment gérer la crise économique. Comment on l'a géré, tous les partis présentent des programmes, mais techniquement, mais qu'est-ce le volet technique? Le volet technique, c'est Abdelkrim, c'est la première fois, je vous remercie, je ne sais pas ce que vous avez dit. استعمال مقدرات الدولة. أنت الآن لما تكون عندك الحكومة راك تستعمل مقدرات الدولة. احنا الآن لما نتكلموا على الفساد, الفساد ضارب أطنابه في البلاد. D'accord. أكمايا. هذا الفساد هو مستعمل مقدرات الدولة, أموال الشعب. أموال الشعب. لذلك احنا لما تكون عندنا الحكومة ومقدرات الدولة يعني الأموال والاقتصاد وكذا راهو في يدينا في أيادي نظيفة وكفأة راح يكون هذا التغيير. D'accord, très bien. Donc, on va dire que votre réponse, c'est gérer la crise en gérant les acquis de l'État. Les acquis de l'État. En gérant gérer la crise en rationalisant les dépenses. Bon, je ne sais pas où mirquer en réalité. Bon, d'accord, très bien. Moi, je considère que c'est votre réponse. Ah, M.C. Gila, de toute façon, vous tirez que je suis d'aller maintenant que je suis des ministres, Inch'Allah. 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 Monsieur Adissa, bon, là, il est 11, on a 15 minutes. C'est pour dire super rapidement. Donc, quand même, bien, on va se concentrer un peu sur Constantine ou le niveau national. Ou là, malgré que, Inch'Allah, ça sera de toute façon. C'est une première rencontre. Inch'Allah, on a une autre fois. On a des débats. On ramène deux fois députés en même temps pour créer le débat. On a un maintenant, on va parler un peu de Constantine. Bon, non, avant de parler de Constantine, une dernière question que j'avais notée, pas toujours, à M. Mokhari. Oui. M. Mokhari a dit un truc. Non, mais il y a dit de l'objet à Constantine, de toute façon. Oui. On a fait le bab. قال لك لو بوفوار انا عجبتني هاد الملاحظه هادي قال لك لو بوفوار يدير لي ديبوتي يسمى يدير الفوت يلم لي ديبوتي يدير البرلمان يحط لي ديبوتي هنايا يكونسونطري عليهم الغضب تاع الشعب راه يضل يعيط على ديبوتي على بالك بها ما خيش حاجه تصرا سي لا فو دي ديبوتي الوغ كو انا فاش عجبتني الفكره هادي الوغ كو سي ليكزيكوتيف لي اون برينسيب الشعب ورانا ندخل هنا وصلنا قسنطينه واليوم انت ولا هنا بالديبوتي تاع قسنطينه
كي لهنا بالمدير تاع الصحه، مدير الصحه، مدير التجاره، مدير النقل، مدير الثقافه، ليكزيكوتيف تاع الوالي اللي ما نشوفوهمش، لي اون رياليتي هما لي ريسبونسابل. سي با ديبوتي كي ريسبونسابل، ديبوتي ما ساعدنيش باش نلوج بيه، خلاص ننسى عليه الا كان اكزيستي في الكره الارضيه هذه. مي لو ريسبونسابل سي لوي. دونك هذيك راه مسيو مقري، انا عجبتني الهضره هذه نهار سمعتها، باللي نديروا الحس على لي ديبوتي باش ننساو الاخرين. الاخرين تعرفهم مسيو عجيسه ليكزيكوتيف تاع لا ولايه كونستانتين، تعرفهم بيان سور بواحد بواحد لو نون طون واحد واحد لانهم يتغيروا بصفه عامه. انا طونك جو سوي ان كادر في لا ديريكسيون دو كونستانتين بيان سور، انا طرف مدير التجاره، نعرف مدير التجاره، نعرف مدير الشؤون الدينيه، نعرف مدير السياحه، نعرف مدير الصحه. احنا ما نتكلموش عليهم كاشخاص، ماكش كمعام اسمها معرفه، والله ما نتكلموش عليهم اسمها صافي. على لا ديريكسيون، على المسؤوليه. واش عطيني واش تخمم في الناس هادو بكل صراحه؟ والله شوف، هي بكل صراحه مسجله. نعم اكيد. احنا انا باش ما نروحش، اسمح لي نتكلموا على ديبيوتي، على البرلماني. المفروض ان البرلماني بين الوظيفه تاعو، بين الدور تاعو، ماذا يفعل البرلماني؟ احنا الاعلام على كل حال، ونحمل المسؤوليه للاعلاميين. يعني اختاري خلوا يسجل فيها. جعلنا من هذا البرلماني انه 40 مليون وامتيازات وكذا وكذا وكذا، وهي الامر غير ذلك تماما. احنا دخلنا اسبوع فقط، دخلنا البرلمان وشنا واش اللي كاين. هذا الكلام كله راه كلام خاطئ. ما يهمناش الهضره هذه، هذه سوجي بعد. لا لا لا، احنا لها ربما هذا سبب من الاسباب عزوف الناخب الجزائري ان يروح ينتخب للبرلمان وينتخب الانتخابات التشريعيه. تلاحظ انه في الانتخابات المحليه من بعد راح يكون فيه اقبال نتاع الناس، نتاع الناخبين. في الانتخابات الرئاسيه لانهم يعرفوا شخص معين، راح يكون فيه اقبال تاع الناخبين. لكن الانتخابات البرلمانيه انا لاحظت من بعد انه هناك من الناس ما على بالوش واش اللي صرا، وشكون اللي انتخب، وشكون اللي طلع البرلمان، كان الامر لا يعنيه. لكن بعد الانتخابات المحليه يعني البلديه والولائيه راح يكون فيه اقبال، لانه راح يشوف المير امامه،